المختبر المركزي للرقابة على الدواء هو الحقيقة صمام الأمان لنوعية الدواء في لبنان، وبالتالي الأمن الصحي الدوائي للمواطن اللبناني. عملت زيارة كنائب للمختبر وفهمت فعلا أنه ما بيعمل شيء أبدا، غير أنه والله إذا بتعطيه حبة أسرين بيقول لك في ساليسيليك أسيد، غير هيك ماشي. تأكدت وفهمت أنه 100 دولار بتاخد أحلى تقرير. تبرعت دولة السويد، يعني انتبهنا، بمعدات كاملة متكاملة جديدة سنة 1997، بقيت بالكراتين لحد ما هدم المختبر عام 2008، يمكن الفيران فاتت عليها وراح مصيرها مجهول. معلوماتي الشفهية وبالتوارد مش مثبتة أكيد أكون صريح، ولكن أنه بيعت لعدة مختبرات، سربت للسوق. يعني القانون بيقول أي دواء بيدخل لبنان أو يصنع بلبنان وبيدخل، إن شاء الله يكون جاي من واشنطن، من سويسرا، من فرنسا، من أهم دول صناعية، يفترض أنه المختبر المركزي للرقابة على الدواء يجري هاي الفحوصات اللي عديناها عليه قبل ما ينزل على السوق لفم المستهلك اللبناني. هذا طبعا ما عاد صار أبدا من وقتها لها، والله يرحمهم، هدد من الآخر سنة 2008. فهيدي يعني وصمة عار أنا بسميها الحياة، لأنه الدولة الوحيدة بالعالم اللي ما عندها لا تمتلك مختبر للرقابة على الدواء هو لبنان. لبنان وطبعا ما حدا يقول لك إنه والله بنفحص بالخارج. مين اللي يفحص؟ شركة الدواء تاخد الدواء تبعها تفحصه. تصور بدها تنادي على زيتات عاكر. الأخطر هو الحجة اللي قالوها إنه بنفحص بالجامعات. فحصنا بالجامعات وهزت البلد فضيحة الجامعة العربية ومختبراتها، إذا بتتذكر 552 صنف دواء بالبخشيش كانوا ياخذوا تقارير ولا يفحصوا ولا شيء. ثانيا منظمة الصحة العالمية بتقول ليس هناك مستشفى أكاديمي في لبنان مؤهل أن يجري كافة الفحوصات على الدواء بما في الجامعة الأمريكية، وهذا شيء أنا متأكد منه. مافيا الدواء وقدراتها المالية ونفوذها السياسي وداخل مجلس النواب، لأني أنا من هون بدي أقول مجلس النواب لعب دور شاه الزور على موضوع الدواء أسعارا ونوعية بكل الفترة اللي كنت فيها 8 سنين أنا، ولجنة الصحة تحديدا كانت شاهدة زور على كل ما أثرته من كوارث وجرائم وفضائح، غير القصة التسعيرية والمختبر اللي عمله أنا 5 أسئلة نيابية لوحده بس كله مسجل هنا هوني، ما حدا كان ينطق ولا كلمة.